يا اهلا بيك يا مدام علي. الو، اهلا اهلا بيك. ممكن اكلم الدكتوره؟ معانا على الهوا، اتفضلي. حكم ايه للراجل لما يسيب الست بالثلاث سنين واربع سنين ما يسالش عليها ولا يقول لها كلمه حلوه ولا عياله حتى الاثنين يسالوا فيا ولا يكلموني؟ هادي متعمد في البيت وهو في البيت ولا سابكو؟ هما يكلموه على النت ويسألوا عليه وهو ما يسألش عليا. هو دي اسمها زميته يا مدام عليا. يسأل عليا. انتوا اتطلقتوا؟ اتطلقتوا؟ لا 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 لا. تمام، انت عزميته. هو سافر؟ هو مسافر. فين؟ بيسافر على المراكب. على المراكب؟ طب هو سابك اربع سنين؟ مهندس. في شغل ولا بيجي في البيت برضه؟ هاجر. لا ما بيجيش خالص، ما بيجيش خالص، ما بيجيش. هو بس لما يجي له مزاجه يكلم عياله، ازيكم عاملين ايه، مش عارفه ايه. اتجوز عليكي؟ ما يتصلش على موبايلي ويقول لي ازيك انت عامله ايه. اتجوز عليكي؟ اتجوز. خالص. اجي اكلم العيال يقولوا لي إيه انت مفتريه، انت مش عارفه ايه، هو مش بيشتغل عشان هو. انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ نعم؟ متجوزين بقالكم كام سنه؟ بقالنا دلوقتي بتاع 18. 18 سنة. ال 14 سنة كان كويس معاكي ومفيش هجر، وبين هجرك في آخر أربع سنين؟ ولا لو يجي كل سنتين يجي يومين، تكون المركب واقفة في اسكندرية يجي يومين وما يتقش، يقول لي لا أنا ما أقدرش أقعد معاكوا شهر. في علاقة كامل ما أقدرش. يعني في معاشرة بتتم بينكم يا فندم؟ معاكسة؟ معاشرة. يعني معاشرة. لا بص، هو يجي يوم وبس، وتاني يوم ما يتقش. ما يطيق. هو يعني يكلم صحابه يقولوا له تعالى احنا طالبينك على طول، طب انت جاي يومين؟ وابص يقول لي اصل المركب ماشيه بكره، والاقيه قاعد بال 15 يوم. في ال 14 سنه كان كويس، كان بيسال وكان قاعد، ما مش سافر، ما سافرش 15 يوم. يعني 14 ما كانش بيسافر؟ لا 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 لا، يقول لي دي المركب ماشيه بكره، المركب ماشيه بعد، واكتشف اللي هو قفل الموبايل والمركب قاعده. هو عنده مرض؟ جاله مرض او حاجه؟ ممكن يكون بيهرب منك. جاله مرض؟ ما اعرفش والله، الله اعلم. ما اعرفش، الله اعلم، الله اعلم. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، وانا قاعده مع العيال ويعني 18 سنه قاعده بخدمهم. بيصرف عليكي صح؟ طلبتي طلاق؟ قلت له طلقني عشان خاف على نفسي. قلت له طلقني كذا مره، يقول لي لا ما ينفعش، انت قاعده تخدمي العيال. اه طبعا، انت ارخص من خدام، استغفر الله، يعني سامحيني. انت قاعده للعيال. ارخص، ارخص بكتير من واحده تيجي مربيه للبيت ومربيه للاولاد. بصي انا قلت له بس كلمتين. انا قبل كده برضو كان اربع سنين، كان لسه العيال صغننين برضو، لقيت معاه جوليا، لقيت معاه ما اعرفش واحده روسيه، ولقيت معاه واحده مش عارف. المهم قلت له بص انا بطلب من ربنا، انا عندي هعمل حاجه تخدم ربنا. لقيتيهم معاه فين؟ نعم؟ لقيتيهم معاهم فين؟ كانوا فين؟ على الموبايل. على الموبايل. على الموبايل، يعني رسائل على الموبايل وارقام ستات، واحده روسيه، واحده اوكرانيه، واحده مش عارفه ايه. مركب بقى رحاله. رحاله يعني. طيب يعني ده امتى لما شفتي وجاهي؟ ده لسه العيال كانوا لسه صغيرين. طب وليه ما اتصرفتيش من وقتها؟ بصي ارجع، هو سوري اصلا. جه خدني سوريا، طلقني غيابي، قعدت انا شويه وبعدين طلقني غيابي، وبعدين راجع تاني ردني عشان العيال، وقعد لغايه دلوقتي. قلت له بص انا هقول لك كلمتين، انا بصلي وبعرف ربنا وعمري ما هعمل حاجه تغضب ربنا، انا وكيلي ربنا هو اللي يخلص منك. بس جات لي رؤيتين منه، مره كان هيغرق بالمركب، ومره تانية كانت دخلت له حاجه برضه كنت محاسبين عليه، ومره تانية دخلت حاجه في عينيه برضه اللي خلاه بقى يتصل. اللي خلاه يعني انت بس في النهايه، يعني انت في النهايه سؤالك ايه؟ عايزه تطلقي وعايزه تستمري معايا ولا عايز نعمل ايه؟